الفن فنك الفن فنك نحييك يا موروث داري قبل اندثارك وانت ندم جينا وراك قصة ثاري نكفر جبال وسحن ويم نكفر جبال وسحن ويم إلا لظام طأ أسمع عند العرب ولا لظام طأ أسمع عند العرب راح الزمان الأولي يا حسرتي راح الزمان الأولي يا حسرتي الشيب ينزف والعمر منا الطرب الشيب ينزف والعمر منا الطرب طربان ولكن أنكسر في خطوتي طربان ولكن أنكسر في خطوتي. كلمات الشاعر حسن الوهي. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا ومتابعينا الكرام. لقاء جديد من ضمن برنامجنا المتجدد دائما الفن فنك. لقاءنا اليوم مع أحد الشعراء البارزين في الساحة الشعرية، كتب في فن الرزحة وفن المسبع وأيضا في فن العازي والشعر النبطي، وأضاف فن جديد في كتابته هو فن التشعشع. نتعرف عليه أكثر وأكثر، تابعونا. الفن فنك الفن فنك. أقول جينا نلبي رسالة خط مرسولة. الله الله. جينا نلبي رسالة خط مرسولة من ناس يلهم قدر من وفي نقوله. الله أكبر. من ناس يلهم قدر من وفي نقوله. أنتم رعود الكرم ما تقطع سيوله. الله أكبر، ما عليكم زود. أنتم رعود الكرم ما تقطع سيوله. ومن ساعة اللي وصل خطك وأنا فرحان. الله. ومن ساعة وصل خطك وأنا فرحان وطول الطريق وفواتي مرتبش فرحان. إيش فيه؟ والقلب نوبه ترى من شوفك فرحان. الله أكبر. والقلب نوبه ترى من شوفك فرحان. وحدي ملومه أبد كل قلب وميوله. الله عليك. وحدي ملومه أبد كل قلب وميوله. الله يعطيك الصحة والعافية. شكلك قايم هناك بمرة لا مرة مرة صوبكم جاي صوبكم. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ضيفي في هذه الحلقة هو المبدع والشاعر حسن بن سعيد الوهي. مساك الله بالخير. الله بالخير والنور. شو هالإبداع، مرة ترحيب على طول. عاكسين إبداعكم. الله يعطيك وانتو الصحة. وانتو تستاهلوا كل خير. بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. ذكرنا من مدح ما نوفي حقكم طالب. عفا عليك، ما عليك زود. حقيقة نحن نتشرف فيك دائما. شرف لي كذا. ونورتنا حقيقة في ولاية عبري. نور نوركم. وأيضا نورتنا في مزرعة الشباب، هذه المزرعة مزرعة الشباب الحقيقة تعتبر من أفضل المزارع اللي موجودة في الولاية. ما شاء الله. نعم نعم. ايه. تمشينا فيها وشفنا أماكن طيبة. ايه نعم. تستاهل زيارة. نشكر الزيارة. أخونا الفاضل اللي هو فلاح سكيتي على دعمه الطيب. نعم. نقول له جزيل الشكر والتقدير وبارك الله فيك. يستاهل. حياك حياك الوهي. يا مرحبتين يا مرحبتين. طبعا سهلة. بعد يعني انقطاع طويل بيني وبينك عدنا ومثل ما يقولوا العود أحمدوا. نعم. نعم. بعد الترحيب أول شيء نريد نعرف شو جديد الوهي. والله الحمد لله رب العالمين، بعد ما استضفتونا أنتوا أول مرة. نعم. بدينا في السلم، وهو كل إنسان طبعا هذا سلم الصعود. نعم. والحمد لله بتوفيق من رب العالمين وبدعمكم أنتوا وثقتكم بي. تسلسلنا في هذا الأمور ورحنا لاستضافات ثانية وجايبي لكم إن شاء الله جديد وبنمشي عليه. الله يعطيك الصحة والعافية. نسمع. الله يعافيك. نسمع. نسمع. نسمع لأنه نسمع لأنه في أشياء راح نقولها اليوم إن شاء الله منك بنسمعها كلام إن شاء الله. زين 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 زين. أقول أنا وامحنتي واشقايا الخل خلاني. وامحنتي واشقايا الخل خلاني خلخل عظامي وخلخل كل شرياني. الله أمره. وخلخل عيون التخل خيله وأعماني. كله تخلخيل هذا؟ كله تخلخيل. ما شاء الله عليك. يا خلي خلي الهجر قلبي يبا خله. يا خلي
يا خلي خلي الهجر قلبي يباخله والروح دونك ترى يا الخل مختله وهجس ضلوعي من اللعواك مقتله يا روحي يا روحي لا تخلي من حبك من ازماني يا خلي لا تخلي من حبك من ازماني هات عيد 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 اقول وامحنتي واشقايا الخلي خلاني الله خلخل عظامي وخلخل كل شرياني وخلخل عيون اتخل خيله واعماني الله يا خلي خلي الهجر قلبي يباخله والروح دونك ترى يا الخل مختله وهجس ضلوعي من اللعواك مقتله يا خلي لا تخلي من حبك من ازماني الله انت جاينا مره كذا جاي قوي تستاهلوا الله تستاهلوا تستاهلوا جزاك الله خير جزاك الله خير وزيدك بما انه الحين موسم الحظر ما موسم الحظر ولكن في امور الحظر كتبنا شيء ولكن انا جبتها بصيغه محبه نعم استغلينا هذا وأقول شيء من القوانين ما تشمل محبيني ما في حاجز مرة شيء من القوانين ما تشمل محبيني الله. ولا تشمل اللي يبات الليل في عيني ولا تشمل اللي يبيني وما يخليني شيء من القوانين ما تشمل محبيني ولا تشمل اللي يبات الليل في عيني ولا تشمل اللي يبيني وما يخليني حضر التجول لغيته من ثمان وفوق حضر التجول لغيته من ثمان وفوق ومسموح له يمشي في قلبي بلي حقوق لا اله الا الله عنده بطاقه ومحكومه بكثر الشوق وقت الحظر لا. عادي تمشي بشراييني اي والله وقت الحظر عادي تمشي بشراييني اي والله يعطيك العافيه الله يعافيك الفن فنك الفن فنك الوهي شو السر في فن في هذا الإبداع في فن المسبع؟ والله الرغبة فوق كل شيء. إذا كنت ترغب في فن المسبع أو في أي من الفنون لازم تبدع فيه، لازم أنت 24 ساعة تشوف يعني مثل ما تقول عقلك كله فيه، تحصل كلمات، تحصل شيء، تستغل الأوقات مثل ما ذكرنا في هذه سالفة الحظر، سالفة مثلا نعم نعم أصبحوا يعني وقت الفراغ كثير وقت الفراغ كثير ونستغله في الأمور اللي نهواها صحيح هي نعم هو صراحة الفن المسبع في الأيام هذه أو في الفترة هذه بدت كثير يعني انها تطلع ممتاز ممتاز ومرغوب كثير لدى الشباب وشباب طالع جيل جيل يعني ما شاء الله بحسب ملاحظاتي في التواصل الاجتماعي طالع جيل جدا ممتاز يبشر بالخير صحيح يبشر بالخير نسمع شيء بنسمع زين اقول من الليل لين الفجر ما غمضت العيون من الليل من الليل لين الفجر ما غمضت العيون وصابح اهودي شرات الغايه بالمجنون انتم تلوم النظر لو ناظر المجنون لا لا انتم تلوم النظر لو ناظر المجنون مستحيل 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 عيل انا ابوي بايت سهير وفي وادي دمه ينزف نزف الله يعينك وما ظن من غير شوف اللي ذبحني يخف الله بايت سهير وفي وادي دمه ينزف نزف وما ظن من غير شوف اللي ذبحني يخف صاوخ باذنك واسمع قلبي يرجف رجف صامخ صاوخ بإذنك واسمع قلبي يرجف رجف لمسلم الله ولا غيره يدير الكون مصاوخين مصاوخين لمسلم الله ولا غيره يدير الكون الله أكبر الله أكبر يعطيك العافية وصح لسانك الله يعافيك وصح الله بدنك جزاك الله خير الوهي نعم بما أنه الحين أنت تكتب يعني فن المسبع نعم ظهرت فيه إعلاميا نعم. بهذا الفن الحمد لله يعني في 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 وجهة نظرك يعني هل تحس انك انت يعني اعلاميا برزت اكثر من خلال هذا الفن والله التواصل الاجتماعي له دور القنوات له دور الاذاعي له دور فكل بدوره ولكن طبعا في 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 يعني فروق كثيره في ناس ما تشوف القنوات تشوف الانستغرام ايوه في ناس تلاحظ القنوات اليوتيوبيه في ناس تلاحظ الإذاعات فهنا خضينا نصيبنا وهنا خضينا نصيبنا وهنا خضينا نصيبنا لكن مبدئيا يعني نعم. خلنا أقول يعني حسن الوهي بعد ما ظهر إعلاميا نعم. هل يحس أنه كفن المسبع وصله إلى الناس أكثر؟ أكيد أكيد بكل تأكيد فن المسبع إذا تكتبه بطريقة حلوة وطريقة بسيطة
وغير معقدة والناس يستقبلوا وفي كلام كذا حلو، الناس تبى حاجة لما تسمعها ترتاح ترتاح نفسيا. ونفس الوقت يمكن الكلام اللي يقال من الشاعر يحس انه هو هو المقصود فيه. صحيح صح ولا لا؟ صحيح. يعني لما اسمع انا شاعر معين واحس انه الكلام اللي يقوله هذا الشاعر احس انه هذا يخصني انا، انت تواكب او هذه الحادثة حدثت عندي انا، انت تواكب ايامك. صحيح. شو ما صار عندك تكتب عليه. صحيح. شو ما تكتب، يعني انا مثلا مره واحده رايح لمسقط، نعم، فخطفت علي سياره يمكن بسرعه كبيره، ايوه سمعتها، فانا خلاص انا خلاص متبرمج على ان انا احب المسمع، يعني فن المسبع، وبرمجت على هذا على الحادثه، على هذيك الحادثه. نعم. خلاص يعني شخص هوايته. ايوه صحيح. فتبرمج يومياتك على هذا الشيء. زين، بنسمع شيء بعد في المسبع؟ بنسمع نعم في المسبع. هات زيدنا. أقول في الداخلية وأنت وقاية من بهلة. في الداخلية وأنت وقاية من بهلة، العين دارت كمرة دارة من ذهلة. الله، العين دارت كمرة دارة من ذهلة، والقلب قطعة ثلج ذوبانها سهلة. والقلب قطعة ثلج ذوبانها سهلة، وعقبة القمر يمشي بشوارعنا. الله. وشفت فوق السماء، أنا أفكر أبو فوق نازل، وشفت فوق السماء موجود ويخدمنا. الله. معقولة كمرين موجودات في المهنة، واحد بدون الكحل والثاني به كحلة. الله، واحد بدون الكحل والثاني به كحلة. أنت بتقتلنا اليوم في المسبع اليوم. أنا جاي إنكم خفيف، ما جاي محمل. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. الفن فنك. الفن فنك. حياك شعرنا، يعطيك العافية. يا مرحب. يا مرحب. ومبدع ما شاء الله في فن المسبع. والله انت المبدعين، جزاكم الله خير. الله يعافيك. من خلال كتابتك بفن المسبع، ونحن نعم. نعرف انه في ولاية الرستاق لا يوجد صحيح. من يكتب فن المسبع. صحيح. اللهجة الرستاقية، هل تحس انت كشاعر انها وصلت الى المجتمع يعني بشكل عام كلهجة وليس كشعر، هل نعم. تحس انها وصلت للمجتمع، الناس تقبلتها بهذا؟ لان الناس دائما اللهجه، عارف انت الرستاق او نعم. لهجتها العبريه ولا نعم. كذا مختلفه اكيد، فهل تحس للمجتمع انه اللهجه هذه وصلت لهم من حيث الشعر؟ فلم سبع كمجتمع وكسلطنه عمان، الناس متعوده تسمع بلهجه ثانيه، وكلنا أيوة. كلنا نعرف أيوة. بلهجه الباطنه، لهجه الشرقيه. نعم. بظهوري أنا طلعت لهجة جديدة في هذا الفن، ترى على أساس كذا أنا أسألك. طلعت لهجة جديدة، وبالعكس يعني أنا كتبت حتى في باللهجة الرستاقية البحتة، وكتبت أجاري الشباب لهجاتهم اللي هي يعني أنا قلت كلام كثير، ولو جينا إحنا نقيس من الرستاق لين وين ما نروح من الولايات نعتبر كلنا بلاد واحدة، وشو صحيح. ما حكينا نمثل هو شعب هو واحد. صحيح شعب واحد، ولكن نعم. مثل ما قلت لك المجتمع ما متعود إن إحنا مثلا نقول بهذا أكيد بهذه اللهجة، يعني تقبلها بكل سعة صدر، يعني تحس من المجتمع أنه تقبلها وبدأ يسمع. وبالعكس يعني لهجة الرستاق ما أمدح لنا أنا من الرستاق، ولكن لهجة خفيفة صحيح. وحلوة وفيها كلمات صحيح. ربما الناس كانت ما تعرفها وإحنا وصلنا لهم. صحيح. يعني أنا كثير لما أكتب مسبع يعني تعتبر سفير لمنطقتك الحين. لا عاد كذا. أيوة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أيوة، لأنك أنت الحين ما دام إنك توصل، فمثل ما قلت لك نعم. يعني ترى المجتمع دائما يعني ما متعود إنه هو بهذه اللهجة، فبالتالي لما قلت أنت فن المسبع بهذه الطريقة، أعتقد إنه المجتمع إحنا بنسأل الشاعر نفسه هل هو حس. وانا الظاهر من خلال يعني حواري معك وكتابتك انت في المسبع اكثر نعم. احس انه هذا الشيء اللي يعطيك دافع انك تكتب، لانه الناس تقبلته، هذه اللهجه تقبلتها، واساس ظهوري من المسبع. ايوه، اساس ظهورك صح من المسبع. اساس ظهوري من المسبع حقيقة. يعني طلعت عليهم لهجه حلوه خفيفه، والحمد لله تقبلوها. انا بالعكس يعني كانوا في الرستاق، يمكن يعني انا حصلت تشجيع كثير من الرستاق صحيح. والحمد لله رب العالمين في التواصل الاجتماعي كثير يسألوني وكذا ويشجعوني لأني من رستاق. يعطيك العافية. فالحمد لله الأمور طيبة. موفق دائما إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله. أجمعين. نسمع شيء بعد المسبع؟ أنسمعك شيء. هات. بنسمعك بعدنا اثنينة. زين قول. واحد في لغز شوية.
بتوهنا انت بتوهنا ما تتوهنا انت شاطر ايش اقول لك والله انت شاطر هات وانا اقول 9 و9 وزيد 2 في الحسبه 9 و9 وزيد 2 في الحسبه زين ودبل 80 والحاصل معك خبه اوه زين وصلت 9 و9 وزيد 2 في الحسبه ودبل 80 والحاصل معك خبه ووزن قطن 5 كيلو وعطر بشبه وزن قطن ووزن قطن 5 كيلو وعطر بشبه الله يا فاهم المعنى في الارقام والشوفات يا فاهم المعنى في الارقام والشوفات هذا حسابي وكل شيء له عندي غايات الله وطبع النظر ما يخون الرياضيات وطبع النظر عندي ما يخون الرياضيات من اشوف مره اشكل الرياضيات بالحسبه اقول 9 و9 وزيد 2 في الحسبه ودبل 80 والحاصل معك خبه ووزن قطن 5 كيلو وعطر بشبح يا فاهم المعنى في الارقام والشوفات الله. هذا حسابي وكل شيء عندي له غايات طبع النظر عندي ما يخون الرياضيات وفوق الوصف لولو مصفوفات بالحبه الله الله عليك ابداع ما شاء الله عليك ابداع انا اقول دومك بقلبي ومن حبك ولا تعبري دومك دومك بقلبي ومن حبك ولا تعبري ما تعبر البر حبها ما يعبر نعم وقفلت روحي وانت داخلي تعبري توهنا كذاك انت حتى توهنا بهالكلام هذا هذا من تعرفها بتقول تستاهل ويمكن بتقول ان قليل حقها زين هات بتقول ان قليل حقها اقول دومك بقلبي ومن حبك ولا تعبري ما تعبر وقفلت روحي وانت داخلي تعبري الله. روح مقفوله لكن هي داخل تعبر روح وتجي نعم. ومسموح لك من عروق القلب شربي مسموح لك من عروق القلب شربي شربي يا دانة الظاهرة أوه. ويا معبر التجار يا الله يا دانة الظاهرة ويا معبر التجار ويا معبر التجار ومحلا خلاصك وتمره مشتهر بالدار محلا خلاصك والله تمره مشتهر بالدار ولا التراث وحصونك مقصد الزوار الله أمره ولا التراث وحصونك مقصد الزوار عبري ولا غير عبري ساكنه قلبي الله عبري ولا غير عبري ساكنه قلبي هذا عاد ما وقفتنا مره وقفتنا مره اقول لك من تعرف من المقصود بتقول لي قليل الله صح لسانك صح لسانك صح الله بدنك اياك الله تستاهل واحنا ما قلنا غير الحاجه القليله جزاك الله خير هذا احنا شيء نتشرف فيه انك تمدح بلادنا وحقيقه يعني تكون على راسنا من فوق جزاك الله خير يسلم راسك يسلم راسك بارك الله فيك صحه والعافيه ومهما قلنا والله مهما قلنا لما نجي هنا وتستقبلونا ويكفي هذا المكان الطيب ما سوينا شيء نحن بالعاده انت جاي متعني الحين انت انا برستاك والعبر يعني دعيت يعني خذيت دعوتنا بصدر رحب وقلت ان شاء الله بجيكم واحنا هذا شيء نتشرف فيه دائما لا تحسب هندارين احسب هندار واحد الله خلاص وقف الحكي وقف الحكي يعطيك العافيه الله يعافيك ان شاء الله يعطيك العافيه يا الله يعافيك لويهي جزاك الله خير وكلمات طيبه بارك الله فيك الحمد لله لفت انتباهي بخصوص فن المسبع اللي كتبته انت ما اعرف كتبت في موضوع عن طريق على الموضوع سياره الجيب اعتقد الشيروكي او كذا كان ما مسبع كان نبطي كان نبطي هي نبطي يعني. نبطي نعم. نعم ورد حقيقه الشخص ما اعرف من الشعار نعم هو اللي رد تحياتي له تحياته ونوجه له الف تحيه نعم. وحقيقة يعني هذا يدل على أنك بديت أنك توصل شوف الحمد لله رب العالمين الأول والأخير أنت تكتب للمجتمع ولازم تكتب لفئات معينة تكتب للشعراء وتكتب للمتذوقين نعم. وتكتب للناس اللي عندها هوايات صحيح. فكذا انت راح توصل لعدة يعني لعدة اتجاهات كسبت هذا لو كسبت هذا لو نعم. كسبت هذا لو وبالعكس يعني لا ما شاء الله عليك يبذلون يعني يبذلون مجهود كبير ويستاهلوا وانا ما قلت شيء في حقهم بارك الله فيك الله طيب يبارك. بنروح في الشعر النبطي نعم ايوه مجهز لنا شيء نعم مجهز لكم شيء غزلي ولا وطني ولا هذه يقول علموها تشرب الكاسات مره علموها علموها تشرب الكاسات مرة وشربت لين انكسر كاس المرارة ارفعوها بالوهم لين المجرة لين طاحت مسرعة وسط القذارة علموها تشرب الكاسات مرة وشربت لين انكسر كاس المرارة ارفعوها بالوهم لين المجرة لين طاحت مسرعة
وسط القذارة البسوها لبس من دون الأزرة وحرقوا لبس الحشيمة والطهارة وجهلت هالباب من كفله وشره وجهلت هالباب من كفله وشره ما درت من صفك ويلهب حرارة راحوا من خلف الطريق المستضرة بعد ما شبوا الحطب وازداد ناره الله وانكوت أرض السعادة والمسرة يا خسارة والف مرة يا خسارة لا تميلي ثم تغيبي في المضرة تنحرق غابات والمصدر شرارة الله الله لا تميلي ثم تغيبي في المضرة تنحرق غابات والمصدر شرارة شوفي دربك وسلكي مفتوح برا شوفي دربك وسلكي مفتوح برا عز نفسك وردي لا تحوفي داره عز نفسك وردي لا تحوفي داره لا يغرك حكيهم من دون قدره صانع الابواب ما يصنع ستاره لا يغرك حكيهم من دون قدره صانع الابواب ما يصنع ستاره احذري من سم خاين ما يكره واحذري من موج هايك في مداره الله الله صح لسانك صح الله بدنك ما شاء الله هذه نصيحه نصيحه نعم وعسى ان الناس تتقبلها برحابه اكيد الصدر. اكيد